المزيد حول فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تستعرضه لنا الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. بعد التحية نتابع معكم من العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية. هذه النسخة التي تأتي تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل أفضل. جاء هذا المؤتمر بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي له في أول أيام هذا المؤتمر الذي وضع عدد كبير من الأهداف يعمل على تحقيقها. تتمثل هذه الأهداف في تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية، أيضا تعزيز التعاون في مواجهة تحديات الصحة والسكان، وضع أيضا خارطة طريق قابلة للتطبيق في هذه الموضوعات والملفات، إلى جانب أيضا دمج برامج السكان في إطار التنمية المستدامة. هناك عدد كبير من الجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل طوال أيام هذا المؤتمر، بحضور أيضا عدد كبير من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم لمناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية. إذا تحدثنا عن أمثلة هذه الموضوعات فنتحدث عن الوصول العادل والمستدام لسبل التنمية البشرية، أيضا الاستثمار في التنمية البشرية من أجل مستقبل أفضل وهو شعار هذا المؤتمر. نتحدث أيضا عن الاتجاهات العالمية نحو التغطية الصحية الشاملة وتنمية رأس المال البشري لمواكبة سوق العمل في المستقبل. كما ذكرت هناك عدد كبير من الجلسات الحوارية التي يعني جرت طوال اليوم أمس وأيضا اليوم وستستمر طوال أيام هذا المؤتمر. منذ قليل كان هناك جلسة نقاشية لمؤسسة حياة كريمة وكانت تحت عنوان مؤسسة حياة كريمة وجهان لعملة واحدة لعملة التنمية المستدامة، وتناولت ما يتعلق بدور مؤسسة حياة كريمة في تنمية الصحة وتنمية أيضا الإنسان وبشكل خاص الصحة النفسية من خلال إجراء عدد كبير من الشراكات مع مؤسسات مختلفة لتنمية صحة الإنسان، وهو الهدف الرئيسي الذي وضعته مؤسسة حياة كريمة منذ تأسيسها. الجديد في هذه النسخة أنه تم تناول يعني جزء التنمية البشرية وهو يعكس الاهتمام بالتنمية البشرية كركيزة رئيسية من أجل توفير مجتمع أفضل. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.